أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. استقالة عضو مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية جوش بول احتجاجا على سياسة بايدن واعتراضا على تقديم المساعدات الأمريكية العسكرية الفتاكة لإسرائيل. قوات الأسد تستهدف بالصواريخ مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي وبلدة ترمانين شمال إدلب. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3500 قتيل إضافة إلى 12000 مصاب. الدفاع المدني السوري يعلن إخماد حريق كبير في محطات تكرير الوقود في قرية ترحين شرق حلب وهو الثاني من نوعه. الدفاع المدني السوري يعلن تضرر 6 خيام بشكل جزئي بعد تسرب مياه الأمطار إليها الليلة الماضية ضمن تجمع مخيم المدينة المنورة في قرية باريشا شمالي إدلب. مقتل الشاب محمد شريف ناصر بطلق ناري بالخطأ في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.